بماء الذهب. قال جلال الدين الرومي: مزق عنك قناعك فوجهك غاية في الروعة والبهاء، لا تنطفئ، ربما كنت لأحدهم سراجا وأنت لا تشعر. الغضب والشهوة يجعلان المرء أحول ويحولان الروح عن طريق الاستقامة. كيف يضحك المرج إن لم يبكي السحاب؟ وهل ينال الطفل اللبن بغير بكاء؟ لا تنزعج إذا انقلبت حياتك رأسا على عقب، فكيف تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من ذلك الجانب الذي سوف يأتي؟ دخلت قلبي لأرى كيف هو، شيء ما هناك جعلني أسمع كل العالم يبكي. عندما يدفعك العالم لكي تجثو على ركبتيك، فاعلم أنك في الوضع المناسب للصلاة. بالأمس كنت ذكيا فأردت أن أغير العالم، اليوم أنا حكيم ولذلك سأغير نفسي. لا بد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم الكلام. تعلمت التفكير، بعدها تعلمت التفكير داخل قوالب، بعدها تعلمت أن التفكير الصحيح هو التفكير من خلال تحطيم القوالب، ليس التفاهم باللغات ولكن بالأحاسيس. كم هم سعداء أولئك الذين يتخلصون من الأغلال التي ترسخ بها حياتهم. ويسألونك أين تجد الجمال؟ قل لهم: في الوجوه التي تستحي من الله. ماذا عنك؟ متى ستبدأ هذه الرحلة الطويلة إلى نفسك؟ أو تظن أنك حي لمجرد أنك تتنفس؟ القوة التي تضع حبات الرمان واحدة واحدة داخل قشرتها تعلم في أي قلب تضعك، فلا تقلق. لا تترك هذا الصباح، لا تتركه يمر من غير أن تلقي نظرة على قلبك، فالذين نسوا قلوبهم في الصباحات نسوا شمسهم التي لا تغيب. حين تذهب إلى الله مكسور الجناحين تعود محلقا. العجز هو أجمل إشارة ربانية من الله للإنسان بأن وقت الدعاء قد حان. من جمال الحياة أن الله يبعث في طريقك ما يوقظك بين الحين والآخر، أنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ. اذهب، اعثر على نفسك أولا حتى تستطيع أن تجدني أنا أيضا. لا تجبر أحدا على اعتناق أرواحكم، فالحب مثل الدين لا إكراه فيه. واصل التجوال رغم أنه لا مكان لكي تصل. العطر يبقى دائما في اليد التي تعطي الورد. هذا العالم مليء بالأطفال، انظر حولك، كل هؤلاء الأشخاص ما هم إلا أطفال في حقيقة الأمر. قليلون هم الذين نضجوا في هذا العالم، قليلون هم من استطاعوا ألا يكونوا عبيدا لشهواتهم.